السلام عليكم، معكم عزيز العبوبي منشط إذاعي برامج نسى البارح وعيش اليوم والله يتاوي اللامة. وشكرا لقناة سامبل تي في على برنامج سامبل بوز. ما عرفوش غنكون سامبل ولا ماشي سامبل، تبعونا ونشوفوا. جواب صحيح بمدينة سيدي سليمان. فين كيلقى عزيز العبوبي راحته اكثر؟ واش قدام الكاميرا ولا قدام الميكروفون؟ بجوج. اصلا السؤال اللي غادي نجاوبك عليه كنلقى راحتي في الهبال. باللغة العربية انا طالع في العقبة والمغرب كتتكلم عليا. اني طالع في بعقبة سيؤدي صلاة المغرب بعد 3 دقائق. ما قلت أنا قلت أعطيني المكياج. شنو السبب اللي خلى عزيز العبوي بعد على المسرح؟ ما بعدش منه، غير المسرح اللي مبعد مني. لا عطيه طولي من غدا تلقاني فوق الخشابة. ثلاثة البراج دار فيكم حالة ثلاثة. مجبد لك ما ديرو ليدات ما ديرو لا ولا انت مالك مغزب ليا بشويه البدايه. عزيز، كيفاش كيبان لك الفن في مكناس؟ مظلوم اعلاميا ومظلوم بينات الفنانين، شي ما تينصرش. شنو هما الحوايج اللي باغي يدير عزيز ولكن مازال ما تاحتش ليه الفرصه؟ المنشط التلفازي وشي سيتكومات في رمضان، لانني قادر نعطيه في الميدان الفكاهي تشخيص وتمثيل وكل ما تحمل المعنى من الكلمه ديال الكوميديا بجهه الله. كيفاش تجي مراتي؟ انت دابا طالب على البنت ولا طالب الدادة؟ مراتي مالها؟ مراتي انت باغي تصغب لك المسمن ولا؟ الله يخليك الله يخليك اشرف. كيف كنعرفوا الراديو كيكون على المباشر وكيوقعوا فيه بزاف ديال المواقف حرجه، ممكن عزيز يعاود لينا على شي موقف حرج وقع عليه؟ هو في الحقيقه في الاول كان الحرج، ولكن بعد ما كتكتسب التجربه كتولي عندك مناعه من مادام دخلتي المباشر ما عارف شكون اللي كيعيط لك ولا فوقاش غيعيط لك ولا شكون، حيت حنا عندنا المباشر وما عندناش هذيك 30 ثانيه ديال الديكالاج. منك ليه الشنطن موقف. بالنسبه لي الحرج ما كاينش، الحرج كاين بالنسبه لهذاك المتصل، لان واحد الخطره واحد المتصل طرحت عليه واحد المثل شعبي وفاش قلت له يكملوا قال واحد الكلمه ما كتقالش وما يمكنش تقال، وحنا طلقنا فيرغول ديكسكيوز، ولكن هزوا ديك اللقطه، ما هزوش ردات الفعل ديالي اللي درت، ما هزوا اللقطه حبسوها في ديك الكلمه اللي قال هو، زعما بحال اللي خلاني بوش بيه ما لقيت باش نجاوبه، مع العلم كون جاني خارج الاذاعه دق لي كيف اللق. شفنا بزاف ديال الفيديوهات ديال عزيز كيبينوا الغضب والغيره اللي كتجيك على البلاد، واش وقع شي تغيير من ذاك الوقت لدابا؟ ما باليش صراحه، المهم ولكن اللي سونسير هو ان التغيير يكون عندك انت بطريقه الفيديوهات ديالي ولا هذا اللي كنعبر على موقف في ديك الساعات. ولكن التغيير يقدر في المغرب كاين تغيير، ولكن في مدينتي نهار كنهضر على شي حاجه مثلا الخساره باقا اللي هضرت عليها هذه عامين باقا هي ما كاينش شي تغيير صراحه، ونتمنوا التغيير يجي مع الناس. واش ممكن نشوفوا عزيز في السينما؟ ممكن اوي الله يعاودي تا جون كلود فاندا واخا غنتيري عليها في الحجر، المهم نجي ما عنديش مشكل. ممكن. شحال غيطلب لينا عزيز ديال الفلوس الا بغينا ندوو معاه في التطبيق ديال الو ماي ستار؟ تا ريال، انا كيهضروا معايا النهار وما طال ساعتين في المكانه فابور هي بالفيكس، هضر فابور ما تلا مالينا غنبيع الهضر، واش حنا كنبيعوا الهضر فابور؟ كيعيط كاين اكثر من شي وحده بغات تجوج كتعيط وتنجوجوها. لا دي انا ما سوقيش في ديك الناس اللي تيقبطوا الفلوس، ما انا شخصيا انا فابور اجي جلس معايا في القهوه تنص نهار. واش ممكن نشوفوا عزيز بشي اذاعه اخرى من غير مدينه اف ام؟ وفي الحقيقه تجري لي الرياح بما لا تشتهي السفن، الله اعلم. انا نقول لك الصراحه عايش بواحد المبدا، كننسى البارح وكنخلي غدا لغدا وكنعيش اليوم. اليوم هو اللي عطاني الله، احسن يوم عند الانسان هو هذا النهار اللي انت فيه، غدا الله اعلم شنو يطرى والبارح داز. الور ما نقدرش نقول لك واش تقدر تشوفني في شي بلاصه ولا ماشي في بلاصه، انا مسير ماشي مخير.
نبدأ بالفقرة ديال أحسن. واش مستعد؟ بسم الله. أحسن مغني مغربي. عبد الهادي الخياط. أحسن مغني عالمي. عالمي مايكل جاكسون. أحسن ممثل مغربي. حسن الفد. أحسن ممثل عالمي. أحسن ممثل عالمي يعني واخا يكون أكشن شنو ما بغى يكون. عبد الله غيت. أحسن لاعب مغربي. الظلمي. أحسن لاعب عالمي. ميسي. رشيد ميسي. أحسن فرقة مغربية. كوديم. أحسن فرقة عالمية. كوديم. وكتبقى ديما كوديم. كتبقى هي الأولى في قلبي أنا إلا كان الترتيب هي في تروازيام سيري أنا هي الأولى في قلبي. أحسن فيلم مغربي. القسم رقم 8. أحسن فيلم أجنبي. كاع الأفلام الأجنبية اللي فيهم الدبيز والمدابزة والبوكس وشد نقطع لك والانتقام وكاش كاش هذوك هما أحسن أفلام عندي أنا. أحسن مسلسل مغربي. سرب الحمام. أحسن مسلسل أجنبي. لا كاسا دي بابيل. شنو هي أحسن مسرحية مغربية؟ كل مسرحية ديال الجم وديال فرقة الحي القديمة ديال الخياري وعاجي وفلان كلهم وبدون استثناء واعرين. مسرحية ديال بصح تجلس 3 ساعات وانت كتفرج بلا ما تقنط. وشنو هي أحسن مسرحية عالمية؟ زعيم. شنو هي أحسن لعبة عندك؟ كاندي كراش وهذيك بول ويت ولا سميتها الجولف أزورا هادو بجوج يوميا اللي تكنلعبهم. شنو هو أحسن كتاب قريتيه؟ السر. هذا بغيت كل شيء يقراه يكتشف بأن غادي نهار تقراه غادي تبدل لك حياتك كومبليتمون للإيجابي الناجح. ما كاينش السر الأعظم. السر قراوه قراوه. تلا نقول لكم واحد الحيلة إلا ما قديتش كاين اللي كيتعلم بالقراية وكاين اللي كيتعلم بالسمع. تلا ما قدرتيش تشري كتاب ولا ما قدرتيش تقرا سير اليوتيوب ودير كتاب مسموع واختار كتاب اللي بغيتي سمعوا 3 ساعات 10 ساعات ولكن احسن كتاب قريت هو السر. ندوزو الفقره ديال شنو النوع ديال واش مستعد. مرحبا. شنو النوع ديال القص اللي تيعجبك؟ في الحقيقه البسطيلات الحوت والرفيسه. شنو النوع ديال البشر اللي تيعجبك؟ تلقائي والعفوي والناشط الضحك وما على بالوش وقلبه بيض ما مسوقش للعالم. وشنو النوع ديال البشر اللي ما تيعجبكش؟ المنافق والكذاب والحساد والغلايقي والنصاب. شنو النوع ديال الحيوانات اللي تيعجبك؟ حتى حيوان. حتى حيوان وخا ما كيعجب. ماشي زعما بحال هذاك اللي تيقول لك مربي مش كلب هي عادي الحيوانات عادي ولكن نقول لك الصراحه شنو النوع ديال الافلام اللي تيعجبك؟ العربيه والغربيه وكلشي وفيها التشويق والانتقام وكنبغي هذاك اللي تظلم يربح في الاخر. دابا غندوزو لفقره في اس. واش مستعد؟ بيان سور مستعد. تيك توك ولا انستغرام؟ وفي حقيقه انستغرام. الراديو ولا انستغرام؟ الراديو. الحب ولا الفلوس؟ الفلوس. الشهره ولا الفلوس؟ هي في الحقيقه الشهرة كتجيب الفلوس يعني ما كاينش فرق بيناتهم. الشهرة كتجيب الفلوس هي الشهرة فيها الفلوس فيها الحب فيها الناس فيها فابور فيها الشهرة. التلفازة ولا الانترنت؟ الانترنت اش بينك وبين شي تلفازة. دابا التلفازة مع دابا ما تطلعتش بانك انت كتكون قاب التليفون التلفازة شاعلة هي اللي كتفرج فيك. المغرب ولا شي بلاد اخر؟ المغرب. وما فيهاش شك المغرب. لا المغرب. المغرب تقدر تمشي لبلاد اخرى وتسارى وتفطر طاح وكذا كأنا دابا درت بشي دوال وزوينين واعرين واصلين ولكن فاش تجي للمغرب كتلقى شي حاجة ما كايناش ديك الدوال شنو هي الله أعلم. ليسونسيال كتحس بواحد الشعور زوين. الصباط ولا سبرديلة؟ سبرديلة. اون كوبل ولا سيليباتير؟ عاودي شطفروا لي سيليباتير واش طفروا لي كوبل. اللهم خلينا كوبل مع ولادنا ومع احبابنا ومع المدن الساحلية ولا المدن الجبلية؟ الساحلية. بو عزيز كيفاش جاك هذا البرنامج؟ غزال زوين عجبني الطريقه بعد المكان نظيف جدا فيه لي جون زوينين منسجمين وعجبتني القناه. بدايه موفقه ان شاء الله ويمكن هذا النهار هذا الاربعاء 29 في شهر 10 2021 يمكن العام الجاي نجي ونلقى بان هذا المكان وهذا القناه ديفلوبات مزيان ولا عندها صيت عالمي ان شاء الله لان ساسوفوا كاين 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 امال وكاين طموح من خلال الدخله وهاد لي جون اللي كاينين والظرافات اللي عمرها دار.
قول لينا شي كلمه للناس اللي كيتابعوك. اللي كيبغيني اللي يقطع عليا، واللي كيكرهني انا صابر عليه حتى يبغيني وصافي. هادي زعما هادو هما اللي عندي. كاين جوج، حيت كيفين ما كاين الحبيب كاين العدو، كاين اللي كيبغيك وكاين اللي كيكرهك، وما كاينش في العالم باسره شي واحد عليه اجماع كلشي تيبغي ابدا، وما كاينش في العالم باسره شي واحد عليه اجماع كلشي تيكرهو. ما يمكنش، اما عندك العدو الحبيب، ما يمكنش عندك ديما العدو الحبيب فين ما مشيتي. حبابي كنحترمكم ونقدركم، واللي كيكرهوني انا متيقن واحد النهار غادي تندم تقول هذاك كنت تنكره. حتى قالك ما تضرب تتقرب وما تصحب تتجرب. سي عزيز عندك ما تضيف كلمة؟ هي سامبل تي في فلا سامبليسيتي ديالها والتلقائية ديالها غتوصل بعيد ان شاء الله. وها واحد جيم من عندي، وكتروا لي زابوني وكتروا جيم لهاد القناة، وانا دايز فيهم ما تدوزوش تانتوما شي دي